بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صبيحة هذا اليوم هذا الفيديو لمتابعة النباتات. طبعا في الليلة الماضية وكما هو ملاحظ من هذه الفوضى قمنا بقص الأوراق السفلية للنباتات وإضافة حلقة أخرى للتسليق في نباتات الطماطم، وكذلك ترقيد النباتات الطويلة من الخيار القثاء والقرع، ترقيد بهذا الشكل، يعني أن النبات ما دامت النباتات ساقة غضة وقابلة للطي نقوم بعملية الترقيد يعني فورا بدون تأخير، حتى لا يستطيل النبات ويصل إلى ارتفاعات عالية يصعب معه خدمته والتحكم به وكذلك ازدحام الأوراق والأخصاب. هذا الطريقة راح يكون مستوى تقريبا ثابت، ينتقل من مكان إلى مكان بواسطة هذا الخطاف. نقوم بزيادة طول الخيط ونقله من مكان إلى آخر فتقوم عملية الترقيد. هذا بالنسبة لخيار القثاء. الرقي يعني لا زال طوله ليس بالنسبة للقرع كذلك، يعني هذه كانت متسلقة بشكل عمودي، سلقناها على النبات أو المكان للنبات اللي بجوارها والنبات بجوارها كذلك، حتى انتقلت من مكان إلى مكان فتكون بهذا الشكل. عملية قص الأوراق الصفراء والمتجعدة والقديمة وعملية تجديد للنبات وتجميل إليه مفيدة. الحمد لله، يعني أطوال النباتات بالنسبة للطماطم يعني استوجبت أن نضع حلقة التسليق الثانية، كذلك أيضا بدء نشاط الأزهار. عادة ما تتفتح الأزهار الذكرية في البداية، بالنسبة للأزهار اللي قمنا به، هذه واحدة وهذه واحدة، هذه أيضا ستتفتح اليوم. هذا اللي احنا ابتغيناه طبعا من خلال عملية التبكير بالزراعة، انه نحصل على موسم الانتاج والتزهير بشكل مبكر، فقمنا بزراعة البذور منذ بداية شهر تموز في حاضنات الاستنباط الداخلية. وان كان عندما نقلنا النباتات في بداية شهر أيلول كان الجو يعني ولحد الآن لاهبا وحارا بالنسبة للنباتات الحديثة، إلا أنه بفضل الله النمو ووضع النبات أيضا جيد مع الصعوبة اللي واجهناها خاصة فترة الظهيرة. فترة الظهيرة نقوم بالرش ورفع درجة الرطوبة في داخل المحمية لغرض حماية النبات لحين أن تطوى الجذورة، والحمد لله الآن استقر الوضع والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.